يعني نعاود نقولها أخرى، العالم كله يقالوا وفقا للحسابات الدقيقة أن الفيروس هذا يصيب 80% من المجتمع. 80% من المجتمع هذا أغلبيتهم أكثر من 85% منهم يا إما مش حيجانهم أعراض أو جانهم أعراض خفيفة مش حينتبهوا لها، لكن فيه 20% من المجتمع حيضطروا يبوا دخول مستشفى. ال 20% احنا مازلنا ما وصلنا لها، ال 20% بتاع المليون لما نبي ناخذ 400,000 والله 200,000 منين بنلقى لهم 200,000 سرير ايوائي؟ وفي 5% نبي لهم سرير عنايه، ما لا يوجد ولا عندنا قدره نوفروا 20,000 سرير عنايه فائقه. نحن الاسهل والاجدى ان نركزوا على ان الفيروس ما يصيبناش.